قالت لها يا فاشلة أبوكي فرضك علينا وانت عايشة بآي كيو فرخة. ياسمين الخطيب ورانيا محمود ياسين أحدث خلاف في الوسط الفني. رانيا محمود ياسين بنت عملاق السينما المصرية وجوزها الفنان المحترم محمد رياض، ما عجبهاش الحال بتاع ياسمين الخطيب لما طلعت وقالت أنا هنهي حياتي بسبب طلاقها من جوزها. رانيا قالت يا ريت الشخصيات العامة يكونوا قدوة ومثال للناس، لو عندهم أمراض يروحوا للدكتور النفسي يتعالجوا بدل ما ينشروها على السوشيال ميديا. وكتبت على صفحتها على الفيسبوك ربنا يرحمنا من ضعف انفسنا، وحتى لو لقدر الله انسان ضعف وعمل كده وربنا انقذه لا ينشر هذا، يستغفر الله كثيرا ويذهب لدكتور نفسي ولا ينشر امراضه على الملأ. صفحات السوشيال ميديا لها تأثير سلبي جدا على عقول اخرين من ضعف النفوس، اتقوا الله ولا تجاهروا بالمعاصي، ربنا يشفي ويهدي الجميع لما يحب ويرضى. كلام رانيا اتفق معاه ناس كتير من جمهور السوشيال ميديا وقالوا فعلا لازم المشاهير يكونوا قدوة لجمهور مواقع التواصل. الكلام ده ما عجبش السيدة ياسمين الخطيب وقررت تقدم لنا وجبة من الردح وخناقات الستات المصريات في الشوارع. وكتبت لرانيا محمود ياسين وقالت لها مش مستغربة ان ست عايشة بآي كيو فرخة تنتقد تصريحي، بقول لها اذا بليتم فاستتروا. استعلان المرض النفسي شجاعة تفتقرها المجتمعات الشرقية، وإذا كان المعترف من المشاهير فاعترافه بيسلط الضوء على المرض ويحس الإعلام على التوعية بمخاطره وكيفية التعامل مع المصابين وتشجيعهم على العلاج. لكن لأننا عايشين في مجتمعات متخلفة تعد المرض النفسي عار والمصاب به مجنون ومصدر خطر، بيطلع من البلاعات ناس من عينة الأخت دي. تسكت ياسمين عند كده؟ لا إزاي؟ قالت إن رانيا ياسين حطاني في دماغها من كام سنة. ليه؟ معرفش. خليكي في حالك يا عادمة الموهبة يا فاشلة في التمثيل والإعلام وحتى في الكيد فاشلة. هل ياسمين بتحاول تركب الترند؟ يبدو إن القصة كده فعلا. ياسمين أول امبارح أعلنت عن انفصالها عن زوجها الرابع رمضان حسني وطلبت من الإعلاميين والصحفيين ما يتكلموش في القضية مراعاة لمشاعرها. وبعدها بيوم اتفاجئنا بياسمين على التلفزيون وبتتكلم عن الانفصال وبتشرح ليه حصل. تناقض غير طبيعي ده يا ياسمين، ما عداش اليوم لحد كده. آخر اليوم راحت كاتبة بوست غير مريب بتهين ممرضات مصر وقالت أنا بلبس بشكل دائم كليه بفص ماسي وآخر مرصع بحجر نادر ومحاط بماس طبيعي. لما وصلت المستشفى كنت بين الحياة والموت ودخلت في غيبوبة، ولما فقت تاني يوم اكتشفت ان ملائكة الرحمة سرقوها. بس الأطرف ان اول ما فقت قالوا لي عايزين ناخد معاكي صورة. هل نقابة الممرضين هتتدخل دفاعا عن كرامة اعضائها؟ وهل هتسكت ياسمين الخطيب لحد كده؟ من معرفتنا بياسمين مش هتسكت، وخناقتها مع رانيا محمود ياسين هتاخد مسار تاني هنشوفه الايام الجاية.